بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، ولكن حلقة مهمة جدا لأنها تأتي قبل موعد مباراة مصر وغانا ب 24 ساعة. هذا اللقاء المرتقب اللي هيقام غدا بإذن الله في العاشرة من مساء الخميس على استاد ملعب فيليكس بواني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان. نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا لتخطي هذه العقبة الصعبة، مباراة تحديد مصير، لأن النقاط الإيجابية في هذا اللقاء تضمن لمنتخبنا الاستمرار في البطولة. أي نتيجة سلبية لا قدر الله هيكون فيها حزبة بيرمو، هيكون فيها تفاصيل أعتقد مش هتكون في صالح منتخبنا، خاصة في ظل النتائج بالتأكيد الغريبة في بطولة كأس الأمم منذ أن انطلقت يوم السبت الماضي بلقاء الافتتاح بين الكوت ديفوار وغينيا بيساو. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا. أولا هنتكلم على نتائج المنتخبات العربية، هنتكلم على يعني مباراة مصر وغانا، تصريحات محمد الشناوي وري فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل وانتهى بتصريحات مهمة جدا، في تصريحات مهمة، في تفاصيل مهمة. هنتكلم على ليه في بعض المنتخبات بتتفوق على المنتخبات العربية في ظل وجود عدد كبير جدا من لاعبي سان داونز، قدرت مالي تكسب جنوب افريقيا، ازاي ناميبيا كسبت تونس. في كواليس وفيديوهات، وكالعادة عندنا بعض الانفرادات النهاردة، لان امبارح كان عندنا سبق اعلامي مهم جدا وهو تعيين حكام مباراة مصر وغانا قبل الإعلان الرسمي وقبل الإخطار الرسمي بموعد المباراة ب 48 ساعة. كان عندنا طاقم التحكيم وأعلنا بالأمس في برنامج الترند، وبالتأكيد المباراة هيديرها الحكم الجابوني بيير أتشو، وعلى تقنية الفيديو الحكم السنغالي عيسى سي. ما زالت هناك كواليس ومفاجآت وأخبار جديدة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة، عايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة مصر وغانا غدا في أمم إفريقيا، ومين ممكن يسجل الأهداف. نتمنى يا رب تكون نتيجة إيجابية لمنتخبنا ويكون تسجيل الأهداف من نصيب نجوم منتخبنا الوطني. تقدروا تشاركوا في الإجابة على السؤال وإبداء أراءكم في توقعات النتيجة والأهداف من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة والأهداف. ونتمنى يا رب تكون بشرة خير من توقعات حضراتكم النهاردة، تكون نتيجة إيجابية في صالح منتخبنا الوطني غدا في لقاء مهم جدا أمام البلاك ستارز النجوم السوداء، فريق الغاني المنتخب اللي بالتأكيد في آخر مواجهة رسمية ما بيننا وما بينهم كانت في 2017 بطولة الأمم في الجابون، ومنتخبنا كسب بهدف مقابل لا شيء. طيب نروح بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند أفريقيا، المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة غانا غدا. وكمان فيتوريا يجري تعديلات على تشكيل المنتخب أمام غانا. وفي ترند الأهلي، الفريق راح اليوم من التدريبات. النهاردة فرصة كده للأهلي لالتقاط الأنفاس بعد العودة من الأجازة والراحة السلبية، ومن الغد بإذن الله هيكون في تدريبات يومية حتى موعد السفر في أوائل الأسبوع المقبل إلى الإمارات استعدادا لخوض معسكر إعداد لمدة 8 أيام في دبي. قد يتخلل هذا المعسكر مباراتين وديتين قبل العودة للقاهرة والاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد منتصف شهر فبراير القادم. طب نروح لمباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية. والنهاردة في مباراتين فقط، مش ثلاث مباريات، لان احنا كلنا عارفين الفتره اللي فاتت كانت في مباريات لمجموعه كامله واستكمال مباراه لمجموعه اخرى، لكن النهارده البدايه هتكون مع كاس الرابطه والبنك الاهلي مع المصري. المباراه بدات الساعه 3 وانتهت منذ قليل، انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. في مباراتين هيبداوا حالا دلوقتي الساعه 5، انبي مع الداخليه والاسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، وما زال التعادل السلبي في كلا المباراتين. كأس الأمم الإفريقية، المغرب مع تنزانيا الساعة 7، الكونغو الديمقراطية مع زامبيا الساعة 10، ولكن بتفاصيل أكتر هنتكلم عليها بالتأكيد في سياق الحلقة لما ندخل بقى في تفاصيل أفريقيا، لأن النهاردة عندنا كواليس ومفاجآت وأخبار مميزة جدا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني كان بحضور روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر، وكان معاه الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني وكابتن النادي الأهلي. يمكن أبرز نقطة اتكلم فيها روي فيتوريا لما تسأل على هل من الممكن أن يتم إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية
بالمقارنة بالتشكيل اللي بدأت به مباراة موزمبيق، الراجل قال جملة مهمة جداً: لا أغير قناعاتي بسهولة، لكن علينا أن نتحسن وأن نرى أفضل القرارات للمباراة المقبلة. معنى كلامه لو الناس بتتكلم على إجراء من 6 إلى 7 تغييرات في التشكيلة الأساسية بالمقارنة بالتشكيلة اللي لعبت مباراة موزمبيق، ده مش وارد. الراجل النهاردة قالها بشكل صريح: لا أغير قناعاتي بسهولة، وبالتالي الأمر بالنسبة له مش هيبقى في نفس الإطار اللي الناس بتتخيلها. يعني الناس من بعد مباراة موزمبيق والناس كلها عندها حق بالتأكيد في الكلام اللي اتقال، حجازي ما كانش بمستوى طيب نغير حجازي نلعب بياسر، هاني ما كانش بيكمل في الناحية الهجومية نلعب بعمر كمال مكان هاني، أحمد فتوح متميز في الناحية الهجومية نلعب بيه مكان حمدي، إمام عاشور يبدأ مكان النني مثلا، مروان عطية يبدأ في البداية مكان زيزو. يعني أنت بتتكلم على 6-7 تغييرات مرة واحدة، بس الراجل تصريحاته النهاردة معناها مش كده. وقال كمان: مباراة غانا قد تكون صعبة وأمام خصم جيد، ولكننا نعلم ما يجب أن نفعله، عندنا لعيبة رجالة على قدر المسؤولية، نحتاج فقط لالتزام تكتيكي وقوة في الالتحامات لتخطي منتخب غانا. قال كمان: علينا أن نبتعد عن الأخطاء اللي وقعنا فيها في مباراة موزمبيق. كل مباراة لها ظروفها المختلفة، لكن في نفس الوقت مهم جدا أن كل لاعب يبذل قصارى جهده في مباراة غانا. قلت قبل كده أن كل المنتخبات قوية وتتطور، لكننا جاهزين لمباراة الغد وسنقاتل من أجل الفوز. يعني تصريحات فيتوريا كلها بيتكلم على فكرة أن خلاص ماتش موزمبيق قفلناه، علينا أن نتعلم من الدروس المستفادة أو نشوف الدروس المستفادة ونتعلم منها، عندنا إمكانية لاستعادة النقاط المهدرة، معنى كده أن احنا لازم نكسب غانا. قال كمان: يعني كل لقاء ليه متطلبات، والمتطلبات دي حسب المنافس. فكرة أن أجري تغييرات زي ما قلت لحضراتكم في البداية كلام الراجل، أن أنا مش هعمل يعني تغييرات كتيرة لأن أنا مش هغير قناعاتي بسهولة. المعلومة اللي عندي أن فيتوريا هيجري من 2 إلى 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية. المعلومة اللي عندي أن فيتوريا هيجري من 2 إلى 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية، تغيير منهم في قلب الدفاع، والتغييرين قد يكون في نص الملعب أو تغيير في نص الملعب وتغيير في خط الهجوم. الراجل عايز يعمل يعني استقرار أكتر في التشكيلة، فمش عايز يغير أكتر من لاعب في مركز واحد، وفي نفس الوقت عايز يدي استقرار أكتر للتشكيلة مع إمكانية دفع بعناصر تانية تدي الناحية الهجومية والالتزام الدفاعي في مناطق معينة داخل الملعب. عشان كده فيتوريا النهاردة قال: أنا قناعاتي ما بغيرهاش بسهولة، فمش هيغير من 6 لـ7 لعيبة زي ما الناس فاكرة يعني، لكن المعلومة اللي عندي هيغير من 2 لـ3 لعيبة، ويمكن الموضوع مش هيزيد عن تغييرات في 3 مراكز في مباراة غانا. عموما هنستنى ونشوف، النهاردة في تدريب رئيسي يمكن بعد المؤتمر الصحفي مباشرة يكون في تدريب للفريق، وبعدها بإذن الله هنطمئن على كل اللاعبين اللي لغاية دلوقتي كل المعلومات اللي جاية من أبيدجان إن 27 لاعب كلهم جاهزين لمباراة بكرة. طيب محمد الشناوي كمان كان ليه تصريحات مهمة جدا، ويمكن في بعض الأسئلة اللي اتوجهت للشناوي الناس استغربت منها شوية لما الناس اتسألت على أو لما الصحفيين الغنيين تحديدا سألوا الشناوي على مباراة الأهلي وميديام الغاني، يعني إيه علاقة مباراة الأهلي وميديام الغاني بمباراة منتخب مصر وغانا؟ طيب أولا بس الشناوي أكد على أهمية مباراة غانا مشيرا إلى قوة اللقاء. قال كمان الشناوي إن بطولة إفريقيا متوقع دايما إنها هيكون فيها هذه المستويات الكبيرة، المفاجآت اللي حصلت في بعض المباريات الشناوي شايفها إن هي مش مفاجآت، لأنه قال تحديدا: أنا اتفرجت على مباريات لبعض المنتخبات قبل ما انضم مع المنتخب، وبالتالي النتائج بالنسبة لي ما فيهاش مفاجآت، الكل بيشتغل بشكل كويس. قال كل أفراد المنتخب بيركزوا على تفاصيل المباراة، ونتمنى نحرز 3 نقاط، في رطوبة عالية ولكن علينا ان احنا نتأقلم على ده، احنا بقى لنا فترة موجودين في أبيدجان، ما سافرناش قبل البطولة بفترة طويلة، ولكن هنتأقلم على ده، واعتقد ده مش هيكون عائق عشان تحقيق الهدف في مباراة غانا. لما اتسأل بقى على مباراة الأهلي وميدياما اتسأل في فكرة مهمة جدا، اولا الصحفي الغاني اللي سأل على فكرة ان غانا قائمة منتخب غانا فيها 2 من فريق ميدياما الغاني اللي بيلعب مع الأهلي في دوري ابطال افريقيا، والشناوي هو حارس مرمى الأهلي في دوري ابطال افريقيا ولعب قدام 2 لعيبة من منتخب غانا في فريق ميدياما في الجولة الاولى اللي الأهلي كسبها 3-0 على ملعب السلام. السؤال كان تحديدا له علاقة بجوناثان سوا رقم 27 في منتخب غانا، ده مهاجم نادي ميدياما، وحميدو رقم 17 في منتخب غانا ده لعيب خط وسط في نادي ميدياما.
لما تسأل الشناوي على مواجهة اللاعبان قال بالتأكيد فوز الأهلي على ميديان الغاني ليس له أي علاقة بمباراة مصر وغانا، دي بطولة مختلفة بظروف مختلفة، كل التركيز على المنتخب. يبقى بالتالي لو هتديني مقياس على أن خطورة ميديامة على الشناوي كانت في مباراة الأهلي وميديامة من اللاعبين دول، حميدو رقم 17 وجوناثان سوا رقم 27، دي أرقامهم في منتخب غانا، هنشوف بكرة التشكيلة الأساسية موجودين ولا مش موجودين، هل ده ممكن يشكل خطر عليا؟ لا، دي بطولة مختلفة عن بطولة دوري الأبطال والظروف مختلفة، ده منتخب غير نادي والأجواء نفسها كلها مختلفة. فده كان رد الشناوي على التصريحات أو على الأسئلة اللي توجهت من الصحفيين من غانا، ويمكن المؤتمر بنسبة 95% كلها أسئلة من الصحفيين المنتمين لغانا اللي كانوا حريصين على حضور المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا ومحمد الشناوي. طيب ده جانب متعلق بالتصريحات وأهم النقاط اللي اتقالت النهاردة، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم أهم معلومتين اتكلمت عليهم النهاردة. فيتوريا مش هيعمل تغييرات جذرية في التشكيلة، الراجل ما بيغيرش قناعاته بسهولة زي ما قال، معلوماته هيغير من 2 إلى 3 لعيبة في التشكيلة الأساسية. والشناوي لما تسأل على موضوع ميديام الغاني يواجه الأهلي واللعيبة دي لعبت قدامك هل هيشكلوا خطورة، فالشناوي كان ليه رد أنا شايفه رد ذكي جدا، قال لك دي بطولة غير بطولة، يعني ده نظام وده نظام، ده سيستم وأجواء غير بطولة دوري أبطال إفريقيا، ده مستوى وده مستوى تاني خالص. طيب لو نبص كده على نتائج ماتشات كأس الأمم بالأمس، فيها مفاجآت بالتأكيد، يعني فوز ناميبيا على تونس بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 87 نتيجة أعتقد الكل ما كانش يتوقعها، كل المنتخبات العربية لغاية دلوقتي لم تحقق أي نتيجة إيجابية، مصر اتعادلت، الجزائر اتعادلت، تونس خسرت، موريتانيا خسرت، النهاردة المنتخب المغربي، ويمكن المغرب تحديدا منتشية وجاية من كأس عالم، فالكل يقول لك المغرب هتلعب بطولة أمم على أعلى مستوى. ارجعوا للتاريخ، كل المنتخبات الإفريقية اللي بتحقق إنجازات في كأس العالم بتبقى النسخة التالية لكأس العالم من كأس الأمم بتبقى من أسوأ النسخ. أنا بقول لكم نقطة تاريخية، الله أعلم النهاردة ممكن المغرب تعمل حاجة مختلفة، نتمنى ده أكيد، ولكن أنا بقول لكم على مستوى التاريخ كل المنتخبات الإفريقية لما بتعمل إنجاز في كأس العالم في النسخة التي تلي كأس العالم من كأس الأمم بتبقى نسخة سيئة من حيث النتائج. فعموما هنشوف النهاردة المغرب هل تغير كل الحسابات دي ولا لا. على فكرة الناس مستغربة ليه ناميبيا كسبت تونس، بصوا على قائمة منتخب ناميبيا هتلاقي فيه ما يقرب من حوالي 7 لعيبة في التشكيلة الأساسية بيلعبوا في دوري جنوب إفريقيا. أولا بيلعبوا في نادي شيبا يونايتد، أمازولو، أورلاندو بايرتس، سان داونز، أياكس كيب تاون، وكابتن الفريق بيتر شالوليني ومهاجم ناميبيا بيلعب في فريق سان داونز، واللي امبارح ضيع أكتر من هدف مؤكد أمام يعني حارس مرمى منتخب تونس. ناميبيا فريق مستقر، عنده مجموعة من العناصر كلهم بيلعبوا أو بينشطوا في دوري قريب من المستوى في ناميبيا، دوري جنوب إفريقيا ودوري قوي على فكرة. فبالتالي النتيجة ممكن من خلال متابعتك من بعيد تقول مفاجأة، لكن لما تتفرج على المباراة لا مش مفاجأة، لأن ناميبيا عندها لعيبة بيلعبوا في دوري جنوب إفريقيا وكلهم عارفين بعض وفي انسجام وتجانس أكتر. في المقابل كانت نتيجة مالي وجنوب إفريقيا مختلفة تماماً. يعني هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا اعتمد على 7 لعيبة في التشكيلة الأساسية بيلعبوا في سان داونز، 7 من التشكيلة الأساسية بيلعبوا في سان داونز. فبتتكلم على مادو وويليامز حارس المرمى، مكوينا، موديبا، زواني، ماسيكو، مافالا، 7 لعيبة في سان داونز امبارح كانوا في التشكيلة الأساسية، ولكن الاستقرار ده ما كانش باين من النتيجة، بالإضافة إلى بيرسيتاو لاعب الأهلي، يعني 8 بيلعبوا في الدوريات المحلية في القارة الإفريقية. عموما مالي كسبت وتونس خسرت، وبالتالي المجموعة الخامسة يعني هيبقى فيها مفاجآت ونتائج متغيرة مع المباريات اللي جاية لما تونس تلاعب بالي وتلعب مع جنوب إفريقيا. دي كانت إطرالة سريعة على تصريحات فيتوريا والشناوي ونتائج مباريات الأمس والنقاط الفنية اللي احنا لاحظناها من مباراة ناميبيا وتونس ومالي وجنوب إفريقيا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كواليس وفيديوهات وموضوعات يعني شيقة من أبيجان. نتائج المنتخبات العربية في البطولة الإفريقية حتى الآن بالتأكيد يعني لم ترضي الجميع، نتائج كلها متراجعة، تعادل مصر، تعادل الجزائر، خسارة تونس، خسارة موريتانيا، اليوم منتخب المغرب نتمنى له التوفيق يا رب أمام منتخب تنزانيا. ولكن في هذه اللحظات معايا مداخلة مهمة جدا من تونس مع واحد يعني عشت معاه فترة جميلة جدا
كانت فيها بطولات إفريقية وسفر لكأس العالم للأندية في اليابان، كان كابتن وقائد في نادي الصفاقسي التونسي وكابتن وقائد في النادي الأهلي، حصد مع الأهلي بطولات إفريقية عديدة. بوجا أنيس بوجلبان، كابتن أنيس يعيش أخويا. يعيش محمد، شكرا، شكر جدا على المقدمة الجميلة، أهلا وسهلا بيك. وحشني جدا. ليك وحشة من كله بالتونسي، والله وحشني جدا. الله يخليك. إن شاء الله نتقابل عن قريب إن شاء الله. كانت أيام جميلة وكانت يعني رحلات حلوة والحمد لله تقعد ذكريات طيبة يعني في ذاكرتي، في ذاكرتي كل أهلاوي الحمد لله. ربنا يطمنا عليك دايما، وانا متابعك دايما وبستمتع بكل ارائك الفنيه وتحليلك في الاذاعه التونسيه وفي التلفزه التونسيه، ودايما كده يعني بنستفيد من ارائك الفنيه، عشان كده النهارده احنا فرصه نستعيد معاك الذكريات والجماهير الاهلاويه كلها تسمعك وتطمئن عليك. الله يخليك يا محمد. حاليا انا مدرب مستقبل سليمان، فريق يلعب في الدوري الممتاز التونسي الفترة حاليا راحة، طبعا في بعض اللقاءات الصحفية، لكن اخترت التدريب وفرقة كانت تجربة مع النادي الصفاقسي كمدرب الفريق الأول. بعد يعني تجارب إن شاء الله متعددة، ويا رب يوفقني، لأنه يعني كما نقولوا احنا عند لسه الغرام بالملعب موجود، اخترت ان شاء الله نكون مدير فني باذن الله ان شاء الله عن قريب من تجربه في مصر ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله، هتبقى اضافه كبيره جدا والله يا كابتن انيس، بنتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله. طيب عايز اخد رايك اولا طبعا في نتيجه مباراه الامس، مباراه تونس وناميبيا، وخساره يعني الكل شايفها مفاجاه، تعليقك على النتيجه، الخساره، تصريحات كمان جلال القدري بعد المباراه. لا يعني خساره تاريخيه للامانه، يعني خساره تاريخيه لمنتخب تونس، منتخب ناميبيا على الورق بعيد كل البعد على مستوى المنتخب التونسي، اكبر المتشائمين في تونس ولا حتى في الوطن العربي ما كانش ينتظر منتخب تونس يخسر، يعني اقصى تقدير ممكن كان تعادل، لكن تخسر في المباراه الاولى ضد منتخب يعني ناميبيا اكيد انها كارثه في تونس، والجماهير التونسيه الكل زعلانه جدا، الجمهور لانه بصراحه انتظرنا المباراة الأولى معناها لأنه قادمين على زوج مباريات تقويم ضد منتخب مالي منتخب جنوب أفريقيا، فكان عاشمنا أن المباراة الأولى تكون يعني للمعنويات وتكون انتصار كبير باش ندخلوا به دورة كما يلزم، لكن حاليا بعد الخسارة نتاع البارح، بعد الوجع الشاحب اللي ظهر به خاصة في الشوط الأول منتخب تونس، الناس كل ولا يعني عايشين في حيرة ومش عارفين مستقبل منتخب تونس رغم وجود نجوم كبار. تصريحات المدرب كارثة أكثر حتى من المباراة، لأنه التبريرات قد ما كانتش في المستوى، الواحد لما يخسر أحسن إنه يكون موضوعي وإنه يكون واقعي وإنه يفسر الموجود، لأنه بصراحة شفنا حاجات فنية وشفنا حاجات في داخل المنتخب ما تبشرش بخير للأمانة. ده حقيقي. طيب إصابة طه ياسين الخنيسي في إصابة بالرباط الصليبي وخروجه من حسابات منتخب تونس في كأس الأمم، ألف مليون سلامة بالتأكيد عليه، ولكن هل ترى غياب طه ياسين الخنيسي تحديدا طوال مشوار تونس في البطولة هيكون تأثير يعني كبير جدا على الاختيارات الفنية، وكيف يتعامل المنتخب التونسي مع هذا الغياب؟ أكيد مش يكون في تأثير، علاش في تأثير؟ لأنه يعني والحمد لله أنه في آخر لحظة يعني غياب مرتضى بن الناس خلى الناخب الوطني يستدعي الجزيري، سيف الجزيري من يعني من الزمالك، لو ما كانش موجود سيف الجزيري تكون ممكن خيارات 27 كارثيه، لانه يتصاب لك المهاجم معنا كان هيثم جويني تو كمهاجم يعني، وهنا نرجعوا للخيارات من الاول، يعني 27 اللي اختارها المدرب عليهم العديد من نقط الاستفهام، يعني في اماكن تلقى فيه اربع لاعبين وفما اماكن في لاعب او اثنين، وهذا هو الحاجه اللي تخوف، اكيد مش تكون مؤثره لانه ما فماش معوض في قيمه طه ياسين الخميسي، وهذا هي الاشكال الكبير يعني اليوم، لكن اكبر مشكله بالنسبه لي في المنتخب انه يعني للاسف انه استدعى ثلاثه لاعبين يلعبوا في نفس المركز، نتكلم على الياس العاشوري مهاجم طرف على الجهه اليسرى لاعب كوبنهاجن ويلعب في اعلى المستويات في الشامبيونز ليج الاوروبي، شفناه يوسف المساكني
ويعني وحتى في الثلاثه لاعبين يحبوا يلعبوا على الجهه اليسرى، وسيف الفيز يعني اربع لاعبين على الجهه اليسرى، بعد المدرب يلقى نفسه ما فما حتى حد على الجهه اليمنى ولا يحاول انه يغير فيخسر الاثنين، وهذه هي الاشكال على المستوى اكيد الفني. ثم لخطه فنيه كبيره، اعتقد انه الكابتن من الاول كان غلط، اعتقد انه فما لاعبين نهايه مرحله في منتخب تونس لكن اسمائهم ممكن هي اللي فرضتهم على المدرب وعلى الجهاز الفني المنتخب التونسي. المشاكل هذه شفناها في المباراة الوديه، شفناها في المباراة الوديه مش كان الاخيره يعني ممكن ستة شهور الاخيرين، يعني شفنا منتخب قاعد حتى في المباراة الوديه مش قاعد يظهر ولا شيء. هذاك علاش نتصور انه هذا امتداد لوجه المنتخب في السنه الاخيره، واعتقد انه الدوره هذه يعني معناها فيها مفاجآت ان شاء الله المنتخب فيها مفاجآت يا كابتن انيس. جدا للامانه صراحه. طيب حظوظ تونس جدا وزعلانين، علاش؟ لانه في لاعبين يعني في لاعبين ينشطوا في اوروبا، في علي معلول متالق مع الاهلي، في طالبي متالق، في يعني اللاعبين ممتازين لكن للاسف ما فيناش منتخب ممتاز. طيب بعد خساره جنوب افريقيا بالامس امام مالي، كيف ترى حظوظ تونس؟ ما عادش عندنا حتى خيار منتخب تونس يعني للامانه. حاجه كويسه انه نجم حتى نتاهلوا ثلاثه، لانه ولينا ما عادش نفكروا انه نتاهلوا الاول في المجموعه، ولينا نفكروا على الاقل نتاهلوا. ما عادش عندنا حتى خيار، ما عادش عندنا الحق في نتيجه مش ممتازه. اليوم عندنا اثنين مباريات المنتخب مالي وجنوب افريقيا، اعتقد انه منتخب مالي مش كون المفصليه اللي نحن منتخب تونسي يلزمه ينتصر او اقل حاجه يتعادل بشقه الحظوظ موجوده، لكن اعتقد انه الامور صعبه جدا. نستنى الرياكشن من اللاعبين، تعرف انه اللاعبين كما قرعه ممتازين، ممكن ان شاء الله يعمل رياكشن، ان شاء الله نكون موجودين في الدوري وتكون المباراه هذه درس كبير للمجموعه وللمنتخب. طيب كابتن انيس فرصه وانت معايا، عايز اعرف تعليقك كيف ترى مباراه مصر وغانا غدا؟ مصر تعادلت في اللقاء الاول برضو يعني اكثر المتشائمين، لما كان اتوقع ان تتعادل مصر مع موزمبيق 2-2، فكيف ترى حظوظ منتخب مصر ورؤيتك الفنيه لمباراه الغد امام البلاك ستارز؟ مباراه صعبه، مباراه صعبه لانه منتخب غانا خسر، منتخب المصري كيف متعادل. اعتقد انه المنتخب المصري يعني شبيه المنتخب التونسي، تخمه من الاسماء واللاعبين لكن الانتاجيه مش ولا بد. منتخب الغاني حاجه كويسه انه منتخب الغاني مش في احسن حالاته، صحيح في مباراته يعني منتخب عادي قعد الاسم، بس اسم كبير يعني غانا يعني منتخب من كبار القاره، لكن حاليا يمر بظروف صعبه. اعتقد انه مباراه بكره المنتخب المصري مطالب خاصة بالنتيجة وبالأداء، رغم أنه أنا يعني صراحة يعني شفته مباراة الأولى وجه ممكن بداية كانت ممتازة لكن بعد حتى هو يعني وجه غير مبشر، رغم وجود كما نقول مرة أخرى عناصر جيدة في المنتخب المصري. طيب سؤال بقى أخير، وهي جملة أنا سمعتها من كذا مدرب في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة آخرهم بالأمس، الناخب الوطني جلال القدري قال لك لما كل المنتخبات الكبرى في إفريقيا بدأت نفس بداية الأرجنتين في كأس العالم، طب مين هيكسب البطولة يا كابتن أنيس؟ والله يعني كل مدرب يخسر يقول لك نفس البداية يعني وكانه ولا كل متفقين لازم نخسر مباراه ولا باش يكون بطل، يعني شوف تبريرات يعني عادي تبريرات معناها بصراحه المقارنه اللي تجوز منتخب الارجنتين في لاعبين كبار جدا يعني ليونيل ميسي والبقيه اللي يقدروا يصنعوا الفارق في اي لحظه، للاسف يعني ما نقدروش نشبهوا منتخباتنا العربيه. الحاجه اللي متاكد منها انه في منتخبات مستواها متقدم واحنا قعدنا في نفس المستوى وممكن حتى تاخرنا وقعدنا عايشين على التاريخ، يعني اكثر منتخبات كبيره في افريقيا تو عايشين بالتاريخ وبالاسم، لكن صحيح قاعد يشتغل المشكل والناس الثانيه تخدم وتطور مستواهم، هذاك علاش صارت مش اعتقد انه ممكن حتى تصير مفاجات كبيره في البطوله هذه،
واعتقد انه ميلاد منتخبات جديده من كل عند اسم في افريقيا. كابتن انيس ابو جلبان، انا بشكرك بجد على هذه المداخله، وكنت وحشني جدا وعايز اسمع صوتك واسمع ارائك وتحليلك، فكنت سعيد جدا بهذه المداخله الجميله مع الكابتن انيس ابو جلبان نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب التونسي، ونتمنى له التوفيق كمان يا رب في خطواته التدريبيه في الفتره القادمه. مداخله مهمه جدا، اتكلمنا في تفاصيل مهمه، نتائج منتخب تونس وتوقعاته لمباراه مصر وغانا، واطلاله كانت سريعه على بطوله الامم الافريقيه. نخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. لا حدود لامكانياتكم، نثق في ابطالنا باذن الله يا رب، باذن الله منتخبنا بكره يحقق نتيجه جيده امام منتخب غانا، ونقدر نقول معلش المباراه الاولى ممكن تعدي لكن نعدي في اللي جاي ونكسب ونكمل في مشوار البطوله. عايز ابدا بحاجه مهمه جدا، بيان صدر رسميا منذ قليل من الاتحاد الافريقي على موقعه الرسمي بخصوص ازمه التذاكر المثاره حاليا في الكوت ديفوار. احنا على مدار حلقات برنامج الترند على مدار الاسبوع دايما بنرصد لكم فيديوهات واخبار عن مشكله متعلقه بتذاكر البطوله وتذاكر المباريات، مشاكل في السيستم الالكتروني للحجز، مشاكل في الطباعه، مشاكل في الشاشات الرئيسيه بالملاعب بتدي ارقام غير الارقام اللي احنا شايفينها بالحضور الجماهيري. الكاف النهارده نزل بيان رسمي وقال فيه بشكل واضح وصريح، على الرغم من وجود بعض المشكلات في الطباعه في اليوم الاول من كاس الامم الافريقيه بسبب عمليات الشراء الجماعيه للتذاكر في اللحظه الاخيره، فقد تم تعديل نظام التذاكر منذ ذلك الحين للتعامل مع مثل هذه الطلبات. واكد الكاف ان حجز تذاكر كاس الامم الافريقيه للكوت ديفوار على الموقع الرسمي يظل تحت مسؤوليه الاتحاد الافريقي، يبقى بالتالي هنا المساله ملهاش علاقه باللجنه المنظمه المحليه، هو السيستم في البدايه عشان الكتروني من خلال موقع الكاف، ففي ازمه في مساله الحجز، وفي طباعه التذاكر حصلت ازمه لانك داخل الملعب بتحط التذكره على مكنه والمكنه بتلقط الباركود، هل بيبقى الطباعه بنفس الباركود اللي موجود على سيستم التذكره اللي طلعتها من على الويب سايت؟ بتبقى هنا المشكله موجوده. فبالتالي النهارده الكاف بيعترف ان في مشكله هو اللي مسؤول عنها وهيحاول يحلها في الفتره اللي جايه. بس قال نقطه مهمه جدا، قال تم بيع اكتر من 60% من التذاكر عبر منصه الكاف من خلال الويب سايت عبر كل الاسواق اللي بتشتري التذاكر، ولكن في نقاط ايضا في الملاعب اللي بتستضيف المباريات هيتم من خلالها بيع التذاكر، بحيث ان يكون في تعاون وثيق ما بين اللجنه المحليه مع الكاف في الاستجابه للوقت الفعلي لمواجهه هذه التحديات لحضور الجماهير في كل مباريات البطوله المتبقيه. ده كان بيان مهم جدا لازم اتكلم عليه، لان احنا كنا اكتر ناس اتكلمنا على ازمه التذاكر في مباريات كاس الامم. طيب النهارده جوله جديده، ولكن هي الجوله الختاميه في الجوله الاولى من مباريات المجموعات الست في كاس الامم. النهارده في المجموعه السادسه في سان بيدرو المغرب، نتمنى لهم التوفيق يا رب، اسود الاطلس هيكونوا في مواجهه مع تنزانيا في الساعه 7 من مساء اليوم بتوقيت القاهره، وايضا الساعه 10 في نفس اطار مباريات المجموعه السادسه جمهوريه الكونغو الديمقراطيه عندها مباراه مع منتخب زامبيا. طب نستعرض مع بعض حكام مباريات بكره، دايما كده احنا سابقين ب 24 ساعه زي امبارح كده ما سبقنا ب 48 ساعه وجبنا حكام مباراه مصر وغانا، والحمد لله يعني الفضل لله كل المواقع وكل البرامج بالليل اشتغلت على الخبر اللي احنا انفردنا بيه امبارح بحكام مباراه مصر وغانا. النهارده هنستعرض كل حكام مباريات الغد، بكره في ثلاث مباريات، الساعه 4 غينيا بيساو وغينيا الاستوائيه، الساعه 7 في مباراه قمه المباريات كوت ديفوار ونيجيريا، وبعدها الساعه 10 مصر وغانا. نبدا مع بعض غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو الساعه 4. المباراة هيديرها الحكم الرواندي سامويل أواكيندا حكم ساحة، مع أندرياتا مساعد أول، ريفيلو كوفي مساعد تاني، والموريشيوس أحمد امتياز هيرال حكم رابع، على تقنية الفيديو التونسي هيثم كيرات، وإيفار المساعد الكيني بيتر كاماكو مساعد فار مع هيثم كيرات. أكتر حكمين هتشوفوهم فار الفترة الجاية مش هينزلوا ملعب كتير هيثم كيرات ومحمود البنا. طيب نروح لكوت ديفوار ونيجيريا، ودي قمة المباريات في كأس الأمم وهيديرها الحكم المصنف رقم واحد في أفريقيا، الحكم الجزائري مصطفى غربال حكما للساحة، هيعاونه مساعد أول أكرم زهروني، والمساعد الثاني السنغالي نوح بانجورا، والحكم الرابع الكونغولي جان جاك نادالا. على تقنية الفيديو الفار الجزائري لحلو بن براهيم حكم متميز جدا امبارح كان موجود مع محمد عادل، وكمان مساعد فار إيفار الحكم الجزائري مقران كوراري. ده مباراة كوت ديفوار ونيجيريا، قمة المباريات هيديرها الحكم المصنف رقم واحد في افريقيا مصطفى غربال. المباراة اللي تهمنا مصر وغانا، مباراة الساعة 10 من مساء الغد
على استاد فيليكس بواني، هيديرها الحكم الجابوني بيير اتشو حكم الساحة، هيعاونه بوريس مارليز مساعد اول، كارين فومو دي حاكمه هي من الكاميرون مساعد تاني، والحكم الرابع باتريس ميبامتي جانجا من الجابون. على تقنيه الفار السنغالي عيسى سي، ومساعد ايفار الحكم الجنوب افريقي توم ابونجيل. دايما كده بنسبق بخطوه قبل المباريات بيوم، بنجيب لكم الارقام التحكيميه للثلاث مباريات، خدمه 5 ستارز لجمهور النادي الاهلي وجماهير الكره الافريقيه والمصريه بشكل عام. طيب نروح بقى لافريقيا، والنهارده عندنا كلام مهم جدا لان في فيديوهات فيها تفاصيل مهمه ما بين ازمات متعلقه في التنظيم وامور متعلقه بالجماهير والكرنفالات اللي بتحصل امام الملاعب. البدايه معايا النهارده عيسى مندي لاعب منتخب الجزائر، المفروض وقع عليه الاختيار ان يتم الكشف على المنشطات. اللاعب كان معترض ومش عايز يدخل غرفة الكشف على المنشطات، وقعد حوالي نص ساعة رافض انه يخضع لكشف المنشطات. بعد محاولات من زملائه والمسؤولين خضع لكشف المنشطات. ايه الاسباب؟ طب تعالوا نشوف الفيديو ده لان فيه لقطات مهمة جدا عن رفض عيسى مندي الخضوع لكشف المنشطات ثم استجابته في النهاية بعد مباراة الجزائر وانجولا. تعالوا نتابع. لقطة طريفة تانية بتتكلم على مشجع إفواري رايح الملعب، هيبقى راكب سيارة، هيبقى راكب عجلة، هيشوف أي وسيلة مواصلات، لكن اللقطة اللي معايا مفاجأة غريبة جدا. تعالوا نشوف المشجع الإفواري وهو رايح الملعب رايح إزاي. جايب عربية ورايح، بس جايب العربية هل راكبها ولا بيسوقها ولا بيلعب بيها؟ تعالوا نتفرج. لقطة طريفة جدا، ولكن هي الأجواء في الكوت ديفوار وفي إفريقيا فيها بعض كده من الأمور الطريفة. طب تعالوا نروح بقى للبعثة الرسمية لمنتخب غينيا الاستوائية، وكانت في ملعب الحسن وطارة ملعب لقاء الافتتاح، ونزلوا كده للطابق الثاني وجون يطلعوا تاني. كانت في مشكلة في الأسانسير، تم احتجازهم حوالي أكتر من نصف ساعة لغاية لما تم إصلاح العطل في الأسانسير. تعالوا نشوف هذه اللقطة اللي كانت حديث الجميع يوم مباراة الافتتاح. منتخب جنوب افريقيا ليه اجواء مختلفه زي المنتخبات الافريقيه وهو داخل على المباريات. طبعا الاجواء اللي قبل غير الاجواء اللي بعد، دخل باهازيج واغاني ورقص طبعا غير لما خسر وبعد المباراه من منتخب مالي الامر كان مختلف. لكن تعالوا نشوفوا منتخب البافانا بافانا وهو داخل ملعب المباراه كان ازاي بيحتفل وبيرقص وبيغني زي كل الانديه والمنتخبات الافريقيه. نتابع. زي ما انتم شايفين يعني طبعا الاجواء قبل غير الاجواء بعد، منتخب مالي كسب وكان خساره قويه جدا للمنتخب الجنوب افريقي. طيب لاعبي منتخب مالي
وابرزهم بالتاكيد نجم خط وسط النادي الاهلي اليو ديانج. جبنا لقطه كده ليهم من مطعم الفريق في الفندق وهم بيتناولوا وجبه الغداء قبل مواجهه جنوب افريقيا، عشان نطمئن ونطمنكم كمان على اليو ديانج اللي ظهر امبارح بشكل جيد جدا قبل التغيير اللي تم في الدقيقه 77. تعالوا نشوف منتخب مالي في فندق الاقامه. احد اللاعبين بيطلب زياده الكميه، انتوا عارفين طبعا المفروض الكميات دي بحدود معينه، ولكن التغذيه يبدو ان هي ايه العمليه سهله شويه. اخر حاجه معايا منتخب الجزائر رايح ببعثه كبيره جدا من الجماهير اللي سافرت من الجزائر الى الكوت ديفوار. على ملعب التدريب كانت في جماهير جزائريه كتير عايزه تحضر التدريب، ولكن طبعا تم منعها من جمال بالماضي. جابوا كوره ولعبوا قدام ملعب التدريب مع عدد كده من الاطفال في الكوت ديفوار، تحديدا في مدينه بواكيه، المدينه اللي بتستضيف مباريات الخضر في بطوله الامم. تعالوا نتابع. وقت الحلقة معاكم خلص بسرعة. النهاردة كان عندنا أخبار، مداخلات مهمة جدا مع الكابتن أنيس بوجلبان، وكواليس وفيديوهات. بالتأكيد في الختام لازم نروح دلوقتي للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر وغانا ومين ممكن يسجل الأهداف. البداية معايا سمير بيقول النتيجة على كف عفريت مع المستوى المتغير باستمرار وعدم ثبات التشكيل والأداء والظروف والأمانة، لا تستطيع التنبؤ بنتيجة أي مباراة في ظل تقارب المستويات. نشوف رأي تاني معانا، ما توقعش نتيجة وسجل بس اتكلم بشكل عام. أحمد بيقول إن شاء الله هنكسب من أجل لعيب المنتخب وجمهور مصر، بصراحة الطرفين يتمنوا الفوز والبطولة بعيدا عن الهجاصين أو أصحاب المصالح اللي لو ما فيش نصيب مش هيقدموا استقالتهم. طيب الناس يبدو قلقانة جدا من النتائج. سامح بيقول أتوقع تقديم منتخب مصر أداء مغاير للأداء أمام موزمبيق، لاعبينا تحت الضغط بيكونوا أفضل. ان شاء الله منتخبنا يكسب 3-1 ويسجل الاهداف صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. اول توقع معايا النهارده في السؤال. نشوف كمان راي تاني. ناصر مساء الخير، من وجهه نظري مباراه قويه جدا لتعادلنا مع موزمبيق وخساره غانا من كاف فيردي خارج التوقعات، اتمنى فوز منتخبنا 0-2 ان شاء الله باذن الله يا ناصر. غريب بيقول غانا ليست في مستواها، ان شاء الله نكسب 1-0، امام عاشور يسجل الهدف. دي كانت أبرز التعليقات على سؤال حلقة النهاردة. الناس لسه الآن مستاءة من نتيجة موزمبيق، وناس تانية شايفة أن في تفاؤل وممكن نكسب ونتخطى هذه العقبة الصعبة. في الختام نتمنى يا رب التوفيق لمنتخبنا، نيجي الأسبوع اللي جاي يبقى منتخبنا عامل نتيجة إيجابية عشان نكمل مشوار البطولة في الفترة اللي جاية. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.